في قرآنيات. أهلا بك يا خمالك. أهلا بك يا فرحان. خمالك، في خبر بيقول إن المزمل مرتبط بالرسول محمد ومراته خديجة. صحيح، مثل ما تفضلتي في روايتي يا أيها المزمل قم الليل، في مجموعة من الأخبار بزوايا مختلفة لهذا الحدث، ولكن إحدى الروايات وهي روايات موجودة عند مفسرين قدماء تقول بمعنى الجيل الأول من المفسرين، تقول بأني لا، يعني هذا الخطاب خطاب تلقاه محمد نقدا على حالة معينة بينه وبين خديجة. بيقول الخبر أني ذات مرة، يعني أني بمعنى أو في حالة ما معينة كان محمد موجود فيها، أني كان جالس في البيت طبعا مع زوجته خديجة، وكان متدثر بقطعة من ثياب خديجة، وبنفس الوقت كان مستأنس بها، بمعنى كان يجري معها حوار ودي أو يعني ممكن أن نقول حوار للإناث، مجرد التمتع في الحوار وتقضية الوقت، مستأنس بمراته يعني. نعم، بمعنى نعم الحديث الودي. فقيل فأجى النص القرآني يقول يا أيها المزمل قم الليل، فبمعنى كأن الخطاب أتى يقول له أني أنت كف عن يعني الالتهاء أو اللهو في حياتك اليومية ومارس مسؤوليتك بجدية أكثر. والخبر يقول حرفيا في تفسير الرازي أنه وهو أمامنا على الشاشة أنه كان متزملا في مرطن لخديجة في قطعة لباس، كان يقدر الشخص هذا متدثر بها. هو على مبدو كان عنده حاجة معنوية أن يكون عنده شيء دافئ يعني من زوجته، أي أو ربما كان هي قدمت له إياه، يعني أن تشعر باهتمامها فيه، يعني حالة لغة ما ودية، مستأنسا بها، حالة الحديث الودي أن هو يستمع إلى في حالة استئناس. طيب، فقيل له يا أيها المزمل قم الليلة، كأنه قيل اترك نصيب النفس وأشتغل في العبودية. اقتفر حتى كاد تحت العمى. أنا بضحك بس لسبب واحد، يعني أنت عمال بتدي لمحمد العذر في قطعة اللباس اللي لبسها من خديجة. نعم، قد التفسير لكن يعني أنا يعني معلش أنا بضحك على أنك أنت اللي بتدي له العذر، ومع أن المفسرين نفسهم ما عطوش العذر يا أخي مالك. فيعني كمل حضرتك. صحيح، فيقول يتابع الخبر عند الرازي كأنه قيل له، بمعنى كأنه قيل الكلام اترك نصيب النفس، يعني كف عن الاشتغال في نفسك والالتهاء في نفسك واشتغل بالعبودية، بمعنى اشتغل بالأمور الخاصة في العبادة. في الحقيقة أخت فرحة مثل ما لاحظنا أن يقول النص بشكل واضح اترك نصيب النفس واشتغل في العبودية، بمعنى إجا الوحي أو الكلام وجه إلى مسامع محمد يقول أني اترك نصيب النفس، بمعنى كف عن تضييع الوقت أو اترك الأشياء المادية في الحياة واللي أنت تتمتع بها واشتغل بالعبودية، بمعنى اذهب ومارس الآن طقوس العبودية كالصلاة وما شابه. طقوس اللي أنا فرضتها عليك. نعم. يعني تقصد كده أخي مالك أن الآية في الخبر ده بتوبخ محمد أشد التوبيخ، وبتقول له يعني كفاية بقى كده في الوضع اللي أنت فيه، قوم وشوف شغلك. صحيح. طيب أنا بشكرك جدا أخي مالك. أعزائي المشاهدين، ده يعني واحد من التفاسير القديمة الموجودة عند أقدم المفسرين. نشوفكم في الحلقة القادمة من قرآنيات.